بسم الله الرحمن الرحيم. رياضية عادية كجميع المقابلات، خصوصا أن ما كاينش جماهير كبيرة لأنها ممكن غادي تأثر على اللقاء، وبالتالي ضربة زاوية اللي أو ضربة جزاء الخيالية بصراحة، أن حتى الفريق الخصم أنه ما كانش تنتظرها، وحتى أنه هو تفاجأ قبل الفريق ديال الاتحاد اللي جا ضده هاد ضربة الجزاء. وبمجمل اللقاء الحكم هو اللي تيتحمل المسؤولية ديال هاد يعني اللي بغيت نقول النرفزة اللي وقعت. جميع اللاعبين خرجوا من اللقاء خاصة ديال الاتحاد الرياضي الدرويش بعد أخطاء فادحة ديال الحكم بطاقات بالجملة، فبالتالي تنظن أن اللقاءات بحال هادو ما خصهمش يحكموا حكام بحال هاد المستوى اللي هو صراحة حتى الكاطريان بزاف عليهم. وتنظن أن العصبة خصها تراجع الحسابات ديالها وتحاول تختار حكام اللي ممكن يديروا لقاءات باش يخليوا أن الكرة تبقى دائما في إطار الكرة. وتنقول لنختم بأن بطل ديال اللقاء هو السيد الحكم، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ودرنا واحد مقابلة كانت مزيانة وكل شيء كان فيها هو هذاك، ولعبنا كرة ودورنا كرة مزيانة، وحنا كان خصنا ضروري من النتيجة. كنا شويه كان علينا شويه ديال الضغط مع الخساره اللي درنا مع الهلال، ومع المكتب والمدينه كتستنى الفوز وكل شيء كيستنى الفوز، وربي العالمين حقنا اللي كنا بغينا اللي كنا كنتمنى. والدقيقه ما عقلتش شحال كان ضربه جزاء مركينا بها، وجاونا لي زوكازيو ديال باش نمركيو، ما وصلناش الحمد لله 1-0. النتيجه ايجابيه والفرقه غاديه الاولى هي هذيك، وان شاء الله غنزيدوا لقدام وغيكون كل شيء مزيان ان شاء الله. وكان هذا الفوز السكينه ديال العروي والجمهور ديالنا كل شيء، والكوميتي ديالنا كيقوم بالعمل مزيان وكل شيء هو هذاك، كل شيء موفرون لنا، حتى حاجه ما خاصها لنا غدا، حنا خصنا نديروا نتائج مزيانه ان شاء الله من القدام، وان شاء الله هذا العام الصعود ان شاء الله. لا بالنسبه للمقابله كما شفتوا ظلما وعدوانا، زعما المقابله كانت ما بين يدينا، كانت المقابله غاديه متكافئه بين الطرفين. كما شفتوا الحكم تغاضى، يعني اعطى لهم واحد ضربه جزاء للفريق الخصم، يعني واحد ضربه جزاء خياليه، يعني لا جبتي دري مثلا عامين ولا 3 سنين ما يقدرش يعطي لك بينالتي، فهذا الشيء اللي اعطى الله. كنتمنوا ان شاء الله في المقابله الجايه نزيدوا نخدموا، هذا الشيء ما كيزيدنا الا اسرار ان شاء الله في المقابله الجايه ان شاء الله، باش نخدموا ان شاء الله ونزكيوا الرتبه ديالنا الاولى ان شاء الله. الرحمن الرحيم. الاول حاجه غنشكر اللاعبين اللي جابونا ثلاثه النقاط، وحيت المقابله كانت صعيبه جدا، حيت اتحاد دريوش كانت من الكلاسيه الاولى وجبنا لهم ثلاثه النقاط. وكنشكر الناس ديال زيو اللي عطاونا، الجماعه الحضري ديال زيو اللي عطاونا هذا الملعب، وكنشكر الجمهور ديال الامل الرياضي العروي، وكنشكر المكتب المسير ديال الامل الرياضي العروي، المدربين واللاعبين والجمهور ديال الامل العروي، وشكرا اخويا.